اسمع احضر هاي قبل ما تروح للحفله. احضر. السلام عليكم استاذ، ان شاء الله تكون على خير. استاذ راني بعثت لك البارح في الصفحه تاعك. امبارح كنت هنا في السونتر وشفت الفيديوهات مش مفهوم على الوقفه تاعك، لانه سمعت التليفون وشفت الوقفه تاعك. بارك الله فيكم وفي الجزائر ما شاء الله. الا الدوله استاذ بشرح لنا اليوم هذا هو ثاني كان حاجة، لأن كاين ناس راهم كشغل يحبوا يفهموا لي ديتاي تاعو كيفاش حتى لحقت لاسبانيا وشو السبب وشكون اللي دفعك ولا يعني ممكن تقول هذا القرار شكون اللي اتخذه؟ هل كاين ناس موراك ولا أنا. قولها طيب. أنا اللي اتخذ هذا القرار. أوكي. أنا اللي اتخذ هذا القرار باش نطلع ونحضرت وكاش اللي كان على بالي. شكرا بارك الله فيك وربي ان شاء الله يطلق سراحك ان شاء الله. شكرا.